الجزء بتاع الفوكس اللي كنت بتكلم عليه بقى هو هدفنا منه ان احنا نطلع نارور الترا ساوند بيم. فبيسكلي لو انا عندي يعني الترانسوسر بتاعي بيسكلي كان بيطلع ويفز شكلها عامل كده, بت 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 بيسكلي بتفوكس عند نقطه محدده وتبتدي بعد كده تكبر. اوكي, فشكل البيم هنا بيسكلي بيبقى عباره عن حاجه بتبتدي تدي لغايه ما توصل لنقطه اللي هي الفوكال بوينت نفسها او الفوكال ديبث بتاعي, تبقى الريزولوشن بتاعتي هنا او الويدث بتاع البيم هنا باصغر ما يمكن, ويبتدي بعد كده يدايفرج بنفس الشكل اللي احنا شفناه بيدايفرج بيه في الايه في الديفراكشن عادي خالص. لو انا خليت الفوكال بوينت ديبر اوكي, هلاحظ ان انا اكشوالي يعني طبعا هنزل من اول هنا وبعد كده ابتدي دايفرج تاني, هلاقي الدايفرجنس بتاعي كل ما كان الفوكال بوينت بتاعتي ديبر كل ما كان الدايفرجنس بعديها اللي هو الدايفرجن اللي هو البيم بتاعي بيوسع بريت قد ايه, بلاقي ان هو اقل. فطبعا السيلكشن بتاع الفوكال بوينت دي بتتحط فين, دي عاده الدكتور هو اللي بيعملها. يعني زي ما احنا كنا شفنا في الكيبورد كده كان في زرار بيحدد لي المكان بتاع الفوكال بوينت اوكي, بس اللي عاملين حسابنا ان احنا لما بنختار الفوكال بوينت دي يعني قريبه او شالور يعني الدبت بتاعها قليل, بلاقي ان الديفراكشن بتاعي او الدايفرجنس بتاعي بتاع البيم بعديه بيبقى اعلى من لما باخد الايه الفوكال بوينت بتاعتي ايه ديبر. اوكي, عاده احنا بنعمل الكلام ده اكشوالي ان احنا ما عندناش يعني في ناس الحقيقه حاولت تحط ترانسديوسرز على كيرفد سورس بالشكل ده كده, الحقيقه ما كانتش حاجه عمليه قوي. اوكي, الحاجه العمليه اللي الناس كلها بتستعملها حاليا ان هي بتستعمل البلين سورس اللي هو بالشكل ده كده وتحط عليه حاجه بنسميها اكوستيك لانس. الاكوستيك لانس دي هي بتعملي فرق بقى الوقت بين الديفرنت باث دي اللي هي الطرق اللي هي المختلفه اللي ماشي فيها البيم بتاعي, بحيث في الاخر كل النقط دي توصل في نفس النقطه هنا. يعني كل الويفز اللي جايه لي من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا كلها تيجي هنا توصل هنا في نفس الوقت. وانس انها وصلت هنا في نفس الوقت يبقى هترجع لي برضو هنا في نفس الوقت. اوكي, فهي دي بتعوض لي فرق الباث بين الديفرنت ديستانسز دي وبعضها. اوكي, ده لما بنعمل حاجه اسمها اكوستيك لانس. ده بتتعمل على فكره في الحاجه بنسميها الاليفيشن دايركشن, يعني في الدايركشن هو مش بتاع الصوره لا, دايركشن هو بتاع السلايس ثيكنس نفسه. اوكي, لان احنا ما عندناش طريقه ان احنا نتحكم في ده خالص. اوكي, فيعني جوه الصوره بقى هنتكلم على طرق دلوقتي بنسميها الكترونيك فوكسنج. اوكي, نفس الفكره هي بالظبط, بس بدل ما بنحط هنا اكوستيك لانس بنحط الكترونيك لانس. شكل الالترا ساوند بالس بقى بيبقى عاده عامل كده بالشكل اللي احنا شايفينه هنا ده كده. ده بيبقى نتيجه ان انا يعني انا بعمل بالسنج للايه للكريستال اللي هي موجوده بتاعه البروب. اوكي, فهي بتريزونيت بالفريكوانسي بتاعتها وتطلع لنا حاجه شكلها عامل كده. عاده شكل البروب او لما بشتري البروب بتاعي بيبقى جاي لي معاه حاجه زي سبيكترم كده ليه, والسبيكترم ده بيحدد لي كذا حاجه, يحدد لي السنتر فريكوانسي بتاعي كام, ويحدد لي باند ويدث يبقى فيه الترانسديوسر ده يبقى مور اور ليس يبقى فيري سنسيتيف. اوكي, طبعا انا دلوقتي بتكلم على ان هو طالما هو سنسيف بالشكل ده كده يبقى انا ممكن اختار الاف نود دي ممكن احطها في اي مكان فيه بقى, يعني من اف 1 لغايه اف 2. عاده بنتكلم على الترانسديوسرز الموجوده حاليا في السوق, يعني الحاجات اللي بقت موجوده حاليا بقت التكنولوجي الموجوده حاليا على الاقل. بنتكلم على الباند ويث بتاعي اللي هو المسافه بين اف 2 واف اف 1 واف 2 دي بتبقى حوالي من 60% ل 100% اف نود. يعني لو انا بتكلم مثلا على فرضا بروبت السنتر فريكوانسي بتاعه 3.5 ميجا و60% باند ويث, بتكلم على ان هو شغال من 60% من 3.5 بنتكلم على حوالي مثلا 2 ميجا سي 2 ميجا, يبقى بتكلم على من قريب من اقل شويه صغيرين من 2 ميجا لغايه حوالي مثلا 4.5 5 ميجا. اوكي, فبنتكلم على ان احنا عندنا في رينج واسع جدا ممكن انا اختار ان انا ابعت فيه زي ما انا عاوز. يعني ممكن اختار الفريكوانسي دي او فريكوانسي او فريكوانسي دي ابعت فيها, وده يعني ساعات الناس بتسميه بقى في المكن في السبيسيفيكيشن بتاعت المكن الالترا ساوند ان هو مالتي فريكوانسي بروب. مالتي فريكوانسي بروب هو عباره عن بروب عادي خالص بس الباند ويث بتاعه ده كبير كفايه ان انا اقدر اختار من هنا كذا فريكوانسي. يعني ممكن ابعت مثلا عند 2.5 ميجا, ممكن ابعت عند 3.5 ميجا, ممكن ابعت عند 4.5 ميجا, يبقى كده ممكن ابعت بثلاثه فريكوانسيز مختلفين بنفس البروب. اوكي, فده بالنسبه للبروبس اللي هي موجوده حاليا. يعني في عندنا حاجه تانية, حاجه بنسميها الهارمونيك ايمجينج. هارمونيك ايمجينج دي بقى فيها ميزه ان هي بيسكلي ممكن يعني نفس الويف اللي انا بعتها لما ابعت اف نوت هو مش بيرجع لي عند اف نوت وبس,
بيرجع لي الحقيقه عند كذا فريكونسي، بيرجع لي عند اف نوت وعند توايس اف نوت وعند ثلاثه اف نوت. دي الحقيقه جايه لي من النون لينيارتيز الموجوده عندي في الايه، في جوه في الريفلكشن بروسيس وفي السكاترنج بروسيس الموجوده. يعني ايه نون لينيارتي؟ انا دلوقتي لما بتكلم على لينير سيستم، لو انا دخلت له فريكوانسي اف نوت ما ينفعش يرجع لي فريكوانسي ثانيه غير اف نوت خالص، اوكي؟ انما لو عندي نون لينير سيستم، نون لينير سيستم بقى يعني في نون لينيارتي. نون لينيارتي يعني ممكن لو احنا فكيناها بقى ببولينوميال هنلاقي فيها مثلا الحاجه بتاعتي سكويرد والحاجه بتاعتي اس 3 اس 4 وهكذا. لما اتكلم على سكويرنج مثلا يبقى انا بعد كده لو كان عندي السيجنال بتاعتي كوزاين اوميجا نوت، اوكي، يبقى هيطلع يبقى عندي كوزاين توايس اوميجا نوت، اوكي. ولو عندي 3 يبقى عندي كوزاين 3 اوميجا نوت وهكذا. يبقى عندي لو في عندي نون لينيارتي هتنتج منها هارمونكس على ال يعني على الريفلكتد ويف بتاعتي، او جزء من الريفلكتد ويف هيبقى هارمونيك فيرجن من الحاجه اللي انا مبعوتها. والهارمونيك فيرجن دي الحقيقه بتبقى لها ميزه ان هي بتعبر عن حاجات معينه جوه الجسم. يعني في بعض انواع التيشوز الهارمونيك يعني سيجنال بتاعتها بتبقى بتدي انديكيشنز الحاجات الحقيقه مش موجوده في السيجنال العاديه اللي هي عند اف نوت، اوكي. فدي واحده من الحاجات الحقيقه اللي احنا بيسيكلي بنستعملها في الايه، بنستعملها في الـ في الـ في الايمجنج في الحالات اللي هي يعني بيبقى محتاجين فيها تشخيص بطريقه ادق شويه. ساعتها بقى لازم البيسيك، لازم الـ لما ابص بقى على الشكل بتاع السيجنال الرجعي ساعتها هلاقي ان هي عباره عن يعني عند كل واحده عند اف نوت اللي هي السيجنال الاصليه بتاعتي، وعند توايس اف نوت، وعند 3 اف نوت هلاقي ان عندي كل واحده عندها بيك. بس طبعا احنا عارفين ان احنا البيك بتاعتنا هنا اقل وهنا اقل واقل، وهتفضل تقل بعد كده نتيجه طبعا كل ما عليت بالفريكوانسي كل ما الاتينيويشن زادت. فمعنى كده ان هنا رجع لي ريفلكشن وكل حاجه، بس نتيجه لان انا عندي الفريكوانسي بتاعتي توايس اف نوت، يبقى معنى كده انا بتكلم على ان الاتينيويشن بتاعي هيبقى اعلى بكتير جدا. يعني بتكلم بالديسيبل بيبقى ده ضعف الاتينيويشن بتاعتي بالديسيبل، اوكي، نتيجه لان هنا توايس اف نوت من نفس الدبث، اوكي. و3 اف نوت يبقى معنى كده 3 تايمز الاتينيويشن بالديسيبل في الايه، في النتيجه طبعا احنا عندنا فريكوانسي 3 اضعاف الفريكوانسي الاصليه، اوكي. فالهارمونيك ايمجنج ده بيستغل النون لينيارتيز الموجوده جوه الجسم، بيبين بعض الحاجات اللي صعب ان احنا نشوفها بالايمجنج العادي، باللي هو الفاندمنتال فريكوانسي ايمجنج، اوكي.